جماعة هذا أحد منتجات دكتور بشار العيد الله يبارك فيه وفي علمه. عندنا الخبز بأنواع كلها، الخبز العربي، الصمون، التوست، البرجر، إن شاء الله بينزل كله بإذن الله وجبات في أماكن معينة بنخبرك عنها، تروحون تأخذون الأكل الصحي. يعني البرجر بدل ما تأخذونه في الخبز الأبيض في نشويات عالية ويتعب ويزيد الوزن ويستوي جنك فود، لا بنسوي إن شاء الله ذا بيست فود. هذا ينطبق على كل الأشياء. طبعا احنا عندنا ايضا الشكر، عندنا ايضا كل الحلويات، الكاكاوات، كل ما تشتهي الانفس كلها بنفس الكونسبت، انه ينزل وزن، ما يرفع السكر، ما يرفع الكوليسترول، ويساعد على المناعه. وطبعا موضوع الحموضه مرتبطه في المناعه، فكل شيء يتعدل، الحموضه، غازات، امساك، كلها تعدل باذن الله. بروتينات عاليه تزيد العضل وتنزل الدهون، وايضا الياف تحسن الهضم، وأيضا دهون طبيعية. بالعافية.